جينيرالمون الناس كيشوفوك لا بروميير فوا، وشنو هو اول انطباع يدوها لي؟ بون الانطباع الاول هو اللي يخليك تشوفي بون باغ اكزومبل انا كنت نتلاقى بواحد ليماج هذيك اللي نشوفو بها لا بروميير فوا، هذيك هي ليماج اللي حتقعد حياتي كومبلي نشوفها بها تي فوا. الوغ انا بيرسونيلمون واش يقولوا عليك؟ جونتي شي با، مي انا الحمد لله يا ربي انا بيرسونيلمون عندي قبول من الناس تي فوا. كنت قابل كنت لاقى مع الناس لا بروميير فوا جينيرالمون كاع يرياجيو فاصون لي بيان تي فوا، الو يهضروا معايا بيان اي تو. دونك جامي هكا كاش واحد اسمح لي برك جا عندك وقال لك والله غير يا خو تبالي كنت تبالي زواخ ولا كنت ما نحبك. بون بيان سور كاين عباد لي لا بروميير فوا هادي فيها وعليها تي فوا، كاين اللي كيشوفوك لا بروميير فوا يدو انطباع شباب عليك، بار كونتر كاين اللي يشوفوك لا بروميير فوا يكرهوك، ومن بعد مام كيعرفوك ويعرفوا عقليتك حيبقاو يكرهوك. عندي دي زامي فلاكليك تاعي جر لا بروميير فوا اللي تلاقينا ما نتفاهموش مالغري كو ما كان والو بيناتنا تي فوا. الوغ بعد ما عرفتها ما تبدلتش مازال توجور ما نو جامي لي موج الاولى تلعب دور كبير في في في, في, في العلاقه بينك وبين لا بيرسون اللي تلاقيت بها تي فوا. صح، وانت انسان تمد يعني كي تشوف الانسان مثلا تحكم عليه من الاول ولا ما تمد حتى انطيب حتى تعاش. بون هي اون جينيرال لا رياليتي سي لي زابارونس اون ترومبس، ما يلفو با نحكمو من النظره الاولى، مي حنا جينيرالمون حنا العباد جينيرالمون النظره الاولى هي اللي حتقعد جر حتقعد على طول تي فوا. مالوغوزمون كاين بزاف اللي يحكموا على الناس من المظاهر. المظاهر خداعة، ماشي ملي تحكم بالمظاهر باسكو سي با البنادم تقدر تحكم على بنادم بالك في الكاركتير تاعو بالك فيزيكمون يكون انسان يبان يبان ماشي بيان يبان فوايو ولا سي با كوا، مي ومن بعد كي تعرفو تلقاه جونتي والفون تاعو بيان تي فوا. الوغ الفو با نحكمو. بار كونتر كاين عباد اللي تشوف فيهم لا بروميير فوا تقولي هادو ملايكة، مي ومن بعد كي تهضري معاهم تشوفي لا دوزيام بيرسوناليتي تاعهم عندهم دو فيزاج تي فوا. دونك اوني داكوغ الناس اول انطباع يهدو عليك هو انك جونتي. بيان سير الحمد لله يا رب. الحمد لله يا ربي يعطيك صحة. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك معنا. يسلمك مدام ميرسي. يعيشك. الوغ الموضوع تاعنا النهار اليوم في الفقرة الأولى هو وشنو هو أول انطباع عادة ما ياخذوه عليك الناس؟ جينيرالمون يكون يقولوا عاقل، هذا بنادم عاقل انسان شغل توجد بنادم انسان عاقل الحمد لله بالك ربي مدها لي هذه الهبه فيا بنادم انسان عاقل انسان مقبول عند القبول في وسط الناس الحمد لله. ترونكيل اكزاكت انسان انتيك مام زعما نقولوا لي مانيير تاعي مع الناس زعما التخمام تاعي مع الناس يجي يكون بيان لا بلي با. شوفي لا بلي با كاع الناس اللي يخرج معاهم دور معاهم يقول هذا انسان هايل عاقل، والعكس لا بلي با نشوفهم كاع يسمح يحوسوا عليا توجدوا لي يحوسوا عليا يقول لك وين راهو هذايا في وسطنا باسكو الحمد لله نخمش بنيتي صافي معاهم كاع الحمد لله. الحمد لله. و دوكا اسكو صرات لك ديجا وين خداو عليك انطباع فينالمون كانوا غالطين جاو عندك قالوا لك يا ودي ولا غير سمح لنا غلطنا؟ شوفي والله صافي بليس اللي ياخذوا دائما طباعية ولادي يهضروا على الكلام زعما عليك ولا عفايس هادو هما شغل كيفاش نقصان عليك فاهم نقصان على ظهرك ولا نقصان عليك هموم ولا عفايس والله صافي بليس انا نقول لهم كثر الهضره هذا عفايس ما صرات ديجا وين يصراب. انت من النوع اللي تدي احكام مسبقه على الناس؟ شوفي ما نكذبش عليك دي فوا وين يصرا باسكو دي فوا نشوف بنادم كيح يقابلني في وين تلاقينا لاكسيون تلاقينا فيها بانك تلاقاه ماما كيف دار اكسيون عيا انا هي نورمال ما جيش على ديك العفسه باسكو علاش كان انسان ما يكونش في وقته وانسان ماشي هذاك هو ماشي الطابع تاعو هذاك سما علاش انسان سي انيفيت انا توجوني فيتي بصح لا غالب شغل كاع فينا انت ولا انا ولا لا بليبار دي جون عندهم هذه العفسه تلقاني نحكم على بنادم من النظره الاولى والعكس شتي نلقاوها طيحوا في اكسيون عيا انا ولا غادك ولا حشدنا دوك هو اللي فريمون فالا في حياتنا وبليزير فوا طحنا فيها بليزير فوا بليزير يعني باغ اكسبيريونس. ايوا باغ اكسبيريونس. السلام ورحمه الله. مرحبا بك معنا. الله يسلمك. واش راك مليح؟ خير منك عندي هايل ها ما شكيتش واني ولا غد الله يبارك ربي يدورها الله يسلمك. الوغ عندنا موضوعنا لنهار اليوم هو وشنو هو اول انطباع ياخذوه عليك الناس كيشوفوا الجزائريين تقزيع الجزائر يعني الناس كل واحد كيفاش يرياجيك واحد تبان له شباب واحد تبان له مزعوق واحد تبان له طويل واحد تبان له زمان كل واحد انت واش يقولوا عليك انا مينيو مينيو صح ومثلا ماشي زعما كوتي تاع فيزيك ولا كوتي تاع يعني شخصي شخصي انا مالح مع الاطفال انا خدمتي محبوب عند الطفل
انا خدمتي طفوله عندي مده من الزمن نخدم على الطفل. انا نظرتي النظر تاعي للناس طفولي، نلعب مع الاطفال، نبادر الطفل، سيتو الفئه المحرومه، المعوقين، لي تريزومي كادوك، هذوك الفئه انا اللي نحبهم هما اللي يشوفوني مليح، بصح عندي عندهم العقل هذوما يبانوا لي هما مهابل ماشي حنايا. هما واش تبان لهم؟ نعم. بانهم ثاني ناس ملاح. انتيك بيان، انسان يهضروا عليه في عائله. الحمد لله. وانت يا انسان تمد لي بخي جوجمون قبل ما تعرف الناس، هكا كي تشوف انسان تعطي عليه هكا اول انطباع انت متعرف. شوفي ولا غير ما يعلم بالقلوب الا الله، بصح كاين بعض الناس يبانوا ماشي ملاح ولا غير الفون تاعهم ملاح، هذاك المظاهر خداع على الانسان، الانسان مين شاف يشوف منظر تاع واحد ومن ذاك هذوك الناس يبانوا ناس ملاح ما يصلحوش كاع. انت ما تمدش كامل احكام مسبقه. ما نقدرش لا يعلم الغيب الا الله. الانسان بني ادم ضعيف خطأ، ما تقدريش تحكم على انسان. صح، يعطيك الصحه. دوك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واش راك خويا؟ لاباس الحمد لله، ربي نشكره. الحمد لله. مرحبا بك معنا في برنامج جديد. الله يحفظك اختي. الوغ لا كيسيون تاع اليوم ولا السوجي تاع النهار اليوم هو جينيرالمون كي يشوفوك الناس اول مره وشنو هو الانطباع اللي يديوه عليك؟ الحاجة الأولى تعملين يا أختي بور موا والله ماني سامع بالناس، الناس يشوفوا في خزرائية أنا ولا ترافرز ولا ربي ساهل تقول شي، والانطباع هذا كل واحد وكيفاش، على حساب ما داير خداع الناس بكري يقولوا كي تسمع فيه، سا ديبون على حساب اللبسة على حساب قدام على بالي شنايا، هذا ما كان. واش يقولوا جينيرالمون؟ ما كيما نقولوا بعد الظني إت في الدين ديالنا كي تسمع فيه. الانسان ما يدونش بنادم حتى باش يدي من جهته ويتم الفوق شغل ما يجوز معلش باسكو دي فوا تشوف فيه انسان يتوسوس لك نورمال يقول لك علاش راك تشوف فيه منه وهاد النظره من جهه اللبسه ولا ما على باليش انا العقليه لا جونتياس يسوى بالون انا بورتا في ساك شغل عادي شوف فيه كيما شاف فيك جات كيما نقولوا ما على باليش انا ما نجمش نفهمك فيها شغل الانسان يمشي بحاله اختي ما يبرونشش للناس ابار دارهم حاجه واحده اخرى. وانت يا يسما تعطي انطباع على الناس كي تشوفهم ولا ما تحكمش عليهم؟ تعمليني نحكم على كيما نقولوا نحكم على عفسة حرام هاكي تسمي فيها باسكو ساكت عن الحق شيطان اخرس هاكي تسمي فيها كان شي حفايس ما يردوش القلب والانسان اللي ياكلو قلبه ما يحملش هاكي تسمي فيها هادوك الحفايس اللي يشوشوا لي العقل ديالي اكيد سمعي فيه هذا ما كان. انا بور موا الحمد لله غير الخير اللي نهضر معاهم كبير صغير الحمد لله انا ما بنسمعش غير هضره عليا غير الخير ما نهضر مع الناس نابورت وانا نهضر معاه يشوفني نهضر معاه يرتاح لي ونرتاح نعمه من عندهم الحمد لله يا ربي ما عندهم انطباع ايجابي الحمد لله بور موا انا الحمد لله ما عنديش مشكل مع هذا الكوتي كاع الحمد لله. صرات لك ديجا هكذا من قبل وين كاش واحد دعا لك انطباع ماشي مليح هيا شغل الظلمة تكون هادي بيان سور قالوا واش قال لك هكا وظلمة لا شغل هضرة تاع حوم باباك ماشي زعما شغل باين بلي ماشي مليح زعما وبدا لا تفوت مع جيس تاع الحوم هذاك يبقى في الحوم هذاك نورمال فينالمون اللي يعرفك لا اللي يعرفني باين انا البلو با اللي يعرفوني كاع يعرفوني انت سما هذيك الباقية شوية هذيك ما نسحق